يستبشر بعض الآباء بحمرة وجه طفلهم المعتادة وسكوته عند أدنى سؤال وإطراقه إلى الأرض وقلة حديثه خاصة مع الغرباء. يفزع آخرون من ذلك وقد يعتبرونه مرضاً يهرعون على أثره للمختص النفسي. هذه الحالة عند الأطفال هي ما يطلق عليها اسم الخجل الاجتماعي، فكثير من الأطفال يكبرون ويكونون منطوين على أنفسهم وخجولين بشكل مبالغ فيه، ويعتمدون اعتماد كامل على والدينهم ويلتصقون فيهم وما يعرفون كيف يواجهون الحياة منفردين. يظهر ذلك بوضوح عند بداية احتكاكهم بالعالم الخارجي مثل المدرسة والنادي والشارع، فيفشل كل منهم في هذا الاختبار الأولي ويهرع إلى حضن الوالدين في البيت كي يحميه من الاحتكاك بالمجتمع. من البداية يجب أن نفرق بين الخجل الاجتماعي وبين الحياة، فالحياة صفة جميلة وخلق فاضل في النفس يبعثها على الابتعاد من كل ما يعيبها وترفع عن إراقة ماء الوجه. أما الخجل فهو حالة انكسار تتلبس النفس فلا يدرى معها كيفية التصرف، فينكمش صاحبها على نفسه وينعزل عن كل شيء. في هذه الحالة يبدي الطفل رغبة في الانطواء والابتعاد عن الحياة الاجتماعية، بالإضافة إلى الرهبة من مقابلة الغرباء والتفاعل مع من حوله في تأدية نشاطات جماعية. وإذا ما تعرض لتلك المواقف فإنه يشعر بالارتباك، ويمكن أن يرافقه تعرق واحمرار في الوجه وارتعاش في الصوت، ومن ثم اللجوء إلى الانطواء على نفسه أو حتى الصمت. غالباً ما يخاف الطفل الخجول من كل شيء، فهو يتوقع دوماً حدوث الأخطار حتى وإن لم تحدث معه فعلاً من قبل، كما أنه من الناحية النفسية يعاني من فقدان الثقة بذاته وحتى بقدراته. وقد أظهرت دراسة للخجل على أطفال العالم أن النسبة تتراوح ما بين 25 إلى 60% من أطفال العالم اللي يعانون من اضطراب الخجل الاجتماعي، بل أن هناك دراسة أجريت على الكبار اتضح أن 73% منهم مرت عليهم فترة من فترات حياتهم حسوا فيها بنوع من الخجل. وعن النسب بين الجنسين، أوضحت الدراسات أن البنات أكثر خجلاً من الأولاد، أي حوالي 33% مقابل 46%. للخجل أعراض سلوكية ونفسية وبدنية تنتاب الطفل وتظهر عليه، ومنها السكوت أو قلة الكلام وأحياناً الصمت التام، وخاصة في ظل وجود الغرباء، عدم النظر لمن يتحدث معه مهما طال الحديث، الارتباك والتردد عند القيام بأي عمل خاصة إذا كان عمل جماعي، الإخفاق في القدرة عن الحديث أو التعبير إذا بدأ يتحدث، تجنب اللعب والمرح مع الأطفال الآخرين وميله للانشغال وحده في لعبته أو في غرفته، وصعوبة التكيف مع الآخرين، العزلة والانطواء وتجنب الحياة الاجتماعية رغم أنه قد يكون نشيط ولبق بين أفراد أسرته الصغيرة، الشعور الدائم بالإحراج وأنه مستهدف، وفقدان الثقة بذاته وفي قدراته، الاعتماد الكامل على الوالدين. وبعد التعرف على هذه الأعراض، هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الخجل الاجتماعي، ومنها أنه يرى بعض الباحثين أن العامل الوراثي له دور كبير في خجل الطفل، أو قسوة الوالدين في التعامل مع هذا الطفل، أو أيضاً التدليل الزائد، وعدم اعتياد الطفل على اللعب مع أطفال في مثل سنه، الخلافات الأسرية التي قد تحمل الطفل على الانطواء، وبعض العيوب الشكلية في الطفل مثل قصر القامة أو هزال الجسد أو ضعف السمع أو السمنة المفرطة، الحرص على أن ينشأ الطفل مثالياً في كل شيء، موت إحدى الوالدين والطفل في سن صغيرة، الاغتراب، فالخجل منتشر بصورة واضحة في نفسية الأطفال المغتربين مع والديهم في بلاد أخرى بسبب عدم استقرار الحياة أو عدم وجود العلاقات الوطيدة المستمرة.
يحتاج الطفل الخجول للشعور بالدعم من قبل الأهل وبكونهم مؤمنين به، لذلك عليك الانتباه إلى الأسلوب الذي تتوجه به في الحديث مع هذا الطفل. وهناك كلمات يجب أن نتجنبها مع طفلك الخجول، مثل أنت لن تنجح أبداً، أنت ما زلت صغيراً حتى تتمكن من فعل ذلك، أنت لا تعرف كيف تنجز هذا الأمر، أو الاستعاضة عن ذلك بتشجيعه إذا ما قام ببذل المجهود. وهذا يطبق مثل هيا أكمل، حاول مرة ثانية وسوف تنجح، أنا أثق بقدراتك. فكل ذلك يعد من التربية الإيجابية التي تنهض بعقل وهمة الطفل ولا تحطمه. احذر من إصدار الحكم المطلق بحقه، كأن تصفه باستمرار بأنه طفل خجول، وعبر عن ذلك بطريقة أخرى، كأنك تقول لأصدقائه وأقاربه طفلي ما زال خجولاً، فذلك سوف يجعله يفهم بأنه ما زال بإمكانه التغيير وأن خجله سوف يزول في وقت من الأوقات. من الخطأ أن تختار للطفل الأنشطة التي تعتقد أنت بأنها سوف تجعله ينتصر على خجله، ولكن اسأله في البداية عن النشاطات التي يحبها وهي التي تجلب له المتعة، مثل الرسم أو الغناء أو العزف أو حتى الحياكة أو ممارسة الرياضة أو ما شابه ذلك، ثم اجعل هذا النشاط يتم بشكل جماعي حتى يبدأ بالتأقلم مع فكرة الجماعة، ودعه يختار بنفسه الأطفال أو الأصدقاء الذين يرغب بمشاركتهم له، وليس من الضرورة أن تبدأ برسم الخطة من خلال الاستعانة بأطفال من سنه، فقد يكون إجراء لعبة تحدي أو سباق بينك وبينه كفيلاً بكسر حاجز الخوف عنده. مشكلة الخجل الاجتماعي مرتبطة بكيفية بناء شخصية الأطفال منذ الصغر والطريقة التربوية التي يعتمد عليها الوالدين، كونها تنعكس عليهم بشكل إيجابي أو سلبي في جميع مراحلهم العمرية، خصوصاً مرحلة البلوغ والمراهقة للبنات والأولاد على حد سواء. من ناحية أخرى، مشكلة الخجل الاجتماعي عند الأطفال تخلق حالة عاطفية وانفعالية معقدة قد تصل إلى الشعور بالنقص في بعض الأحيان. أما هذه فبعض النصائح للتغلب على الخجل الاجتماعي عند الأبناء: توفير فرص له كي يكون مع أطفال آخرين ولا سيما المتصفين بالهدوء والمسالمة. يجب على الأهل إلحاق الطفل بروضة للأطفال أو ناد خاص، وهذا سيطور مهاراته الاجتماعية. اصطحاب الطفل إلى الزيارات واللقاءات وتشجيعه على التواصل مع الآخرين والتحاور معهم. عدم مقارنة الطفل الخجول بأطفال آخرين ممن هم أكثر منه نشاطاً أو تفاعلاً. حث الطفل الخجول على ممارسة الأنشطة الرياضية مع الأطفال وتعليمه فن المهارات الاجتماعية، خصوصاً تبادل الزيارات وكيفية التعامل مع الآخرين منذ الصغر بصفة دورية. يجب مدح الطفل وتشجيعه عندما ينجح في أمر ما، لأن هذا بيزيد من ثقته بنفسه. إعطاء الطفل الثقة ومنحه صلاحيات لتقوية شخصيته واعتماده على نفسه، كاختيار ماذا يلبس أو أي نوع من أنواع الطعام يفضل، وشراء ما يعجبه من أشيائه الخاصة. التعبير للطفل عن الحب غير المشروط، فهذا سوف يعطيه الدعم ليكون الأفضل. توفير قدر كاف من الرعاية والعطف والحوار منذ الصغر لبناء شخصيته بشكل سليم. دعونا نذكركم بأن الحياء خلق جميل يحمل صاحبه على فعل كل جميل وترك كل قبيح، وأننا لسنا أبداً ضد الحياء الصحي، لكن الفرق بين الحياء والخجل هو أن الخجل يمنعك من التفاعل مع محيطك ويحرمك من تحقيق طموحاتك وأهدافك، ويجعل من الصعب عليك تكوين العلاقات الإنسانية الطبيعية، بعكس الحياء الذي لا يمنعك من النجاح في الحياة لكنه يعصمك من ارتكاب سفاسف الأمور. نشوفكم إن شاء الله على خير، مع السلامة.